صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم بتفسير الشعراوي؟ ها؟ يقول: ما رأيكم بتفسير الشعراوي؟ الشعراوي نعم. فيه وفيه، الشعراوي فيه وفيه. الشعراوي يقولون انه متخصص في البلاغة، متخصص في البلاغة، وهو متخرج من كلية اللغة، وله متخصص في التفسير، إنما هو متخصص في البلاغة، ولذلك تجده إذا تكلم تجده يجيد في البلاغة والاشتقاقات لأنه متخصص في هذا. نعم.